السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف مع بعض برنامج اسمه يونيتي، من البرامج القوية جدا في عمل الألعاب، في عمل الأوجمانتد رياليتي. سهل جدا التعامل معاه، بيطلع حاجات ثلاثية الأبعاد وثنية الأبعاد بشكل قوي. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة. فهاجي هنا أقول له أنا عايز نيو بروجكت. نيو بروجكت هبدأ يقول لي اختار الاسم، المشروع اللي أنت عايزه، اختار تمبليت 2D 3D هاي ديفينيشن وهكذا، في ار. هقول له كرييت بروجكت، تمام. بيقول لي عايز سيف الشغل بتاعك، هقول له سيف الشغل، هيقفل. وبعد كده يبدأ يجهز الملفات. فتقدر تيجي من هنا بعد ما تعمل اللعبة كلها، بتقول له بيلد سيتنج، بتحدد بقى اللعبة دي هتشتغل على البي سي ولا على ماكنتوش ولا لينكس ولا اي او اس ولا تي في او اس ولا اندرويد ولا اكس بوكس ولا بي اس 4 ولا يونيفرسال ويندوز ولا ويب جي ال ولا الفيسبوك. كل دي حاجات تقدر بلاتفورم تقدر تعمل اللعبة عليهم، وتقدر تضيف حاجات اخرى لو انت عايز، تمام. طيب ده لما تخلص اللعبة. طيب عايزين نبدأ كده نعمل شكل بسيط. اجي هنا واقول له انا عايز كرييت حاجة 3D، وليكن مثلا كيوب، مكعب عادي اهو، اتنشأ اهوت. تلاقي ان هو ليك ان انت مثلا اول حاجه الايد دي بتحرك الشكل بالشكل دوت، تمام. يعني ما بتغيرش، ما مش هتنقل دوت، هتغير الكاميرا او الفيو اللي انت شايفه. هنا موف بتبدا تحدد الشكل، ممكن يكون عندك اشكال كتيره، تمام. ده مثلا بلين، تمام. تقدر تغير الاماكن بتاعتهم، تقدر تعمل له روتيشن، تحدد المحور اللي انت تشتغل عليه بالشكل دوت، تمام. وبعد كده ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل موف. خلي بالك هو واخد نفس الاجساد اللي هي بتاعت الشكل دوت، يعني هو رغم ان شكل لف بس هو واخد نفس الحاجات ديت. لما اقول له هنا، لما اقول له لوكال او جلوبال، جلوبال بياخد نفس الاجساد ديت. لما بقول له بقى لا ده انا عايزها لوكال، هياخد الاجساد الخاصه بالشكل نفسه. يعني الاكس والواي والزد مبقاش مرتبط بدول بتاعت الفيو، لا مرتبط بالشكل نفسه لما لف كان عامل ازاي في الاصل. طيب ده السكيلز، ممكن تدوس في النص وتكبر كله مرة واحدة، تمام، او تكبر من جهة زي ما انت عايز. ممكن وهنا هتلاقي تقدر تحط المكتبة بتاعتك، تنظم الشغل بتاعك، تعمل فولدر مثلا وتحط فيه، او تعمل حاجة سكريبت بالسي شارب او ماتيريال او تكتشر زي ما انت عايز، تقدر تضيف اي حاجة. اوبن اكسبلور بيفتح لي الفولدر اللي فيه الحاجات ديت، تقدر تعمل كرييت للفولدرات اللي انت عايزها عشان تنظم الشغل بتاعك. يعني تعمل فولدر مثلا بالشخصيات، فولدر بالسكريبت، بس الافضل تعمله من هنا، بحيث ان انت لو عملت اي تعديل يحس هنا بيه. قدر مثلا تعمل فولدر للماتيريال وبعد كده رحت نقلته من لونز اكسبلور ما حسش بيه، فيقول لك في حاجه ناقصه، انا مش قادر اوصل للحاجه اللي انا عايزها. فالافضل ان انت تشتغل من هنا. ممكن بقى تيجي هنا واقول له موف. ممكن اجي هنا واقول له كنترول سي كنترول في، يعمل لي نسخة تانية بالشكل دوت، فيبقى عندي نسختين من الشكل. مجرد بس ان انا عملت كنترول سي كنترول في. من الخصائص اللي هنا بقى تقدر تحدد البوزيشن، تمام اهو، تخلي بالاكس والواي والزد تعدل فيهم، تغير الروتيشن، تغير السكيلز زي ما انت عايز، تغير تعمل فلتر بقى للحاجات اللي انت عايزها، تعمل خصائص الرندر. هنا ده المشهد بتاعك، تقدر تحط كل العناصر اللي موجودة فيه، تقدر تختار اذا كنت مثلا عايز فعل الانارة ولا لا، عايز صوت ولا لا. صوت ده بحيث ممكن تكون حاطط في حاجة صوت هتبان في اللعبة، بس هنا بقى بيتحكم في هل هتظهر معاك وانت شغال ولا لا، تمام. ده بس مجرد رؤية للواجهة بتاعت البرنامج. وطبعا برنامج ضخم، يعني حتى واحنا شغالين هنقعد نشرح كتير حاجات كتيرة في قلب الواجهة ديت، ونوافذ كتيرة جدا هنبدأ نتعرف عليها ان شاء الله. فتابعوا القناة.